تشوفوا هذه البلاصه هي فاش وصلوا ونقول الواد ديك الساعه من هنا حتى لهنا هذه المساحه كامله عامره بالماء. ما هادشي اللي سمعت هادشي اللي عاود يروح السيد وجاو ثلاثه بلاصه. شوفوا هذه البلاصه، هذه البلاصه هنا وصلوا هنا من بعد مدابزين مع السياره باش يقطعوها من هنا، ومن بعد هجم عليهم الواد قال لهم الواد بلاتي 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 ويسرقهم من هنا، مشاو ديريكت لهنا. من بعد اخوتي غرقت السياره ديالهم، من بعد ودعوا الحياه ديالهم. السلام عليكم اصدقائي، فيديو جديد ونهار جديد. اليوم اخوتي كنتواجدوا واد صياد حدا قلميم حدا اسرير تيغمرد. صراحه دير اخوتي جينا لكم هاد المنطقه، هاد الواد اللي خطير بزاف، اللي وقعت فيه واحد الحادثه، هاجم على واحد السياره وركبوا فيها جوج الناس. وهنا فاش انتهت الحياه ديالهم، هنا فاش كمل لهم العمر ديالهم. بغيتو تكتشفوا التفاصيل في هاد الواد وهاد الحادثه ديال اللي وقعت هنا، ملي هاجم عليها الواد، هاجم الواد على هاد السياره، وقع مشكل كبير. اللي عليكم وتبعوا الفيديو من البدايه تاني. ما تنساو اخوتي الا كان اول مره كتشاهد القناه ديالي تضغطوا على زر الاشتراك والجرس واللايك باش الدعم ديالكم باش نستمروا ديما في الجديد. وطلب بسيط اخوتي، بغيتكم تساعدوني باش نوصل القناه ديالي 100,000 مشترك. بارطاجيو، اشتركوا، ديروا لايك، ديروا ابوني مع اصدقاء ديالكم، مع اصحابكم فيسبوك واتساب. هذه الطريقه غادي تدعموني به، وهذه الطريقه غنوصلوا القناه 100,000 مشترك. اش غادي نقول لكم، كاين نضربكم شي فيديوهات، يا سلام يا سلام، شي حاجه زوينه بزاف بزاف. غير تقوا بيا واشتركوا في القناه وصلوها 100,000 مشترك، وما يكون غير الخير باذن الله. دابا نخليكم اخوتي تكتشفوا التفاصيل ديال هذا الواد، هذا الواد اللي خطير كما كتشوفوا معنا اخوتي. هذا هو واد صياد، هذا المكان فاش غرقت السياره. وكنعتذر لكم اخوتي ما جيناش في الوقت، دازت بعد الايام هنا وما جيناش، كنا مركزين على الفيضان ديال الشمال ديال الداخل ونسينا كلمي. ولكن كما كتشوفوا دابا جينا لكم هذا المكان فاش وقعت ديك الحادثه الخطيره بزاف ديال الواد واد صياد. هاجم الواد السيارات، عفوا سياره واحده اللي غرقت هنا فاش غرقت، ومن بعد نكتشف لكم التفاصيل كما كتشوفوا. هذا هو واد صياد، نجيكم من الوسط تشوفوا هكا اخطر واد، باش نكون واضحين اخوتي اخطر واد تماما. هاد الواد كيجيب بزاف ديال الماء. كيفاش وقع هاد الكارثه اللي وقعت هنا؟ كيفاش هاجم الواد على ديك السياره في هذه المنطقه؟ هاد السياره اللي ركبوها جوج الناس من طنطر الله اعلم، ما سمعت، قال لي واحد السيد جاو من طنطان ليلة السبت باش جا الواد، والواد كينتظرهم، قال لهم مرحبا، اش يا وليداتي مرحبا بكم، اشحال هادي؟ وجاو هاد البلاصة باش يمشيو لتيغمرت باش يقضوا واحد الغرض، وكانت واحد المرة غادي تجي معاهم، قالوا ليها لا حنا غادي نمشيو لتيغمرت ومن بعد الصباح نجيو نديو، قالت لهم والسلام. من بعد اخوتي جاو حدا جدرمية ديك المنطقة، قال لهم جدرمية الواد راه جاب الماء، راه غادي يهاجم عليكم، هما ما تصنتوا ليهم، ما تصنتوا ليهم ورجعوا صحاب ليهم على حسب الجدرمية اللي كانت تما صحاب ليهم، واش هاد السيارة وهاد الناس غادي يجيبوا شي دويرة في هاد المكان ويقدروا يوصلوا للواد يشوفوه ويخافوا من الواد ويرجعوا. من بعد هما وصلوا هاد المكان كما كتشوفوا، هاد البلاصة هي فاش وصلوا ونقول الواد ديك الساعة من هنا حتى لهنا، هاد المساحة كاملة عامرة بالماء. ما هادشي اللي سمعت، هادشي اللي عاود يروح السيد وجاو ثلاثة بلاصة. شوفوا هاد البلاصة، هاد البلاصة هنا وصلوا هنا من بعد مدابزين مع السيارة باش يقطعوها من هنا، ومن بعد هاجم عليهم الواد قال لهم الواد بلاتي 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 ويسرقهم من هنا، مشاو ديريكت لهنا. من بعد اخوتي غرقت السيارة ديالهم، من بعد ودعوا الحياة ديالهم، داهم هاد الواد. ملي داهم هاد الواد من بعد كيقلبوا عليهم، ما عرفتش واش الصباح لقاو واحد السيد ومن بعد النهار لقاو الثاني.
الله اعلم. المهم التفاصيل انا ما سمعت هذا الخبر، هما ما سمعت اللي قالوا لي. هذا هو واد صياد، هذا الواد هو اللي هاجم اليوم، جينا باش نكتشفوا لكم الاخبار جديده، اخبار حقيقيه على حسب السياره اللي هاجم عليها الواد. واد صياد خاص في مدينه قلميم حاليا، واد المنطقه خوتي معروفه بواد. مع الاسف بعض الناس يقولوا ما هو الحل، اشنا هو الحل السي بيزلافن ديال هاد الواد. انا رايي ونحطكم التفاصيل، رايي انا يديروا القنطره كبيره. السلام عليكم، سالينا يديروا القنطره. الحل الوحيد يديروا الطريق، يديروا القنطره من هنا من هاد البلاصه، تكون القنطره من هنا بحال ديال واد المعدرت، بحال تكون عاليه ولا بحال ديال مول العشير حتى تما. وبدا بنادم اللي غيجي الواد فهمتيني تكون عاليه، حيت هاد الواد خطير، اقل عدد تكون عالي. من بعد يجي الواد وما غاديش يدي منهم والو. تماما. ديك الساعه ملي غادي تكون القنطره هنا كبيره، كنتمنى تكون القنطره هنا. هذا هو الحل المناسب، الحل اللي هو باش معمره باش تقع الحادثات الكارثه اللي وقعت هنا خصوصا في 2021. تماما. هاد البلاصه تكون القنطره كبيره هنا، في هاد البلاصه كيدوزون السيارات الطوموبيلات الماطر اي حاجه دوز. عفوا كنعتذر لكم. يدوزوا الطوموبيلات، يدوزوا الشاحنات، يدوز كل شيء اي حاجه هنا الا كانت القنطره، واخا يكون الواد. الا شاب الله بقات الطريق هكا يقدر اي لحظه يهاجم الواد من جديد وغيسبب لهم المشاكل، حيت الواد هو هذه هي طريقته، هو ما يرحمش ويقول لك ما عنديش انا مشكل، انا بلاصتي هذيك وقت اللي جيت لها ما رحم حتى واحد. السلام عليكم، هذا هو واد صياد. هذا اخوتي، هذا هو واد صياد. اشنو معنى واد صياد؟ الصياد اشنو كيدير الصياد؟ كيصيد. وهذا اخوتي هو اللي كيصيد بنادم، اي واحد كيصيدو جيتي لهنا ما يرحمكش يديك، كيقول لك بلاصتي هادي. السلام عليكم، كما كتشوفوا معنا اخوتي مباشرة من الواد، هو واد صياد هنا. غادي نحاولوا نكتشفوا لكم حاجة جديدة من هنا. هادوك الناس الله يرحمهم، الله يصبر العالية ديالهم، هذا هو القدر ديال الله، حنا ديال الله وكلشي بنادم ديال الله. واضحين اخوتي، الله هو اللي كيسير الكوكب، الله هو اللي كيقتل، الله هو اللي كينتهي الحياة، الله هو اللي كيرزق. السلام عليكم. بعد الناس كيقولوا مسكين، لو كان هذاك الشيء ديال الله سبحانه وتعالى. صافي، السلام عليكم. خدموا عقلكم، الله يرحم لكم الوالدين، حاولوا خدموا عقلكم، راه المشكله كاين في العقل. احنا على هادشي نغمروا بحياتنا اللهم نخليو هادشي هاد الصفا للغدا حتى يدوز الواد. ولو واحد جدرميه قال لهم اشنو كاين، جدرميه خوتي قال لهم راه الواد جاب الماء بزاف، راه ردوا بالكم، وكيحبس الناس من الطريق اللي كيقول لهم رجعوا الواد راه جاي ما تقطعوش. هما صحاب اليوم غيجيو هذوك الناس حتى لهنا هاد البلاصه باش يشوفوا الواد وغيرجعوا. هما قالوا لك اسيدي شافوا الواد قالوا لك صافي الله زيد، هما مدابزين مع الواد باش يقطعوا الطريق اللي تيغمر ساعه الزربه، ساعه غرقوا هنا وانتهت الحياه ديالهم. تماما، ما عرفتش السميه ديالهم، ما نقول لك نقول لكم السميه ديالهم. المهم انا ما سمعت، قالوا لي من طنطان جاو العائله ديالهم هنا في تيغمرت هنا. مع الاسف انتهت الحياه ديالهم في هذا المكان، هذه البلاصه فاش غرقوا ما كاينش كاع، ما تقريبا ما وصلوا كاع، يلا وصلوا وسط هنا، حيت دابا الواد كيجي الهجوم ديالو من هنا. الواد كيجي بواحد السرعه كبيره من بعد تما، بغى يقطعوا وتقلبات بهم الطوموبيل، وقال لهم الواد زيد يا وليداتي وغرقوا في هذه البلاصه. من اللي غرقوا في هذه البلاصه صافي طاحوا، انتهت الحياه ديالهم. واحد الصباح لقاو واحد وقيله ذاك النهار اخر لقاو كما كتشوفوا بونجا ديال شي منطقه شي دار هجم عليها الواد، الله يحضر السلامه. كما قلت لكم الاجواء هنا خطيره بزاف، مع الاسف
هاد الواد سبب كارثه في هاد المنطقه. انا ما جيت ليش باش نكون واضح، انا ما جيتش باش نصور لكم هنا ملي جا الواد، كنعتذر لكم اخوتي. كنا ركزنا على الفيضان ديال الداخل كما قلت لكم، ديال كازا، ديال تيروزانت، ديال اكادير، ركزنا على دوك الفيضانات، ما جيناش لهنا. انا رايي اخوتي ما الشتاء اللي جات في قلميم قد الحال، ما ظنيتش واش غادي يدير هاد الواد هاد الكارثه اللي وقعت هنا، ولكن مع الاسف مره اخرى ان شاء الله نجيو لكم ونبارطاجيو معكم. كما كتشوفوا اخوتي جينا لكم المكان فاش غلقت السياره، شدوها كتشوفوا لاطر ديال التراكس، هي هاد البلاصه فاش كاينه، هاد البلاصه فاش جبدوها غرقت هنا، كتشوفوا المكان فاش التراكس وقع. ما كان في الشدو ديك السياره موبي تماما. واحد اخر واقيلا لقوه وهاد المكان فاش جبتو السيارة هي هادي، هذا هو المهم باش نكتشفوا لكم الحقيقة. هاد الواد خطير بزاف، واد صياد الحل كما قلت لكم القنطرة. السلام عليكم، يديروا القنطرة في هاد الواد ديال واد صياد ويسالوا من هاد المشاكل، الا بقى هاد الواد هكا يقدر اي لحظة يوقع نفس المشكل تماما. كما كتشوفوا اخوتي المكان فاش التراكس هي هادي كما كتشوفوا المكان ديالها، هاجم الواد اخوتي على على السياره في هذا المكان. ها في هذا الواد اش غادي نقول لكم، دابا دازت ليام بعد ليام، ما جيناش في اللحظه فاش وقع داك المشكل، ولكن جينا باش نبارطاجيو معكم. كما كتشوفوا المكان ديال التراكس هنا، هذا المكان فاش حاولوا باش ينزلوا لهذا الواد باش يجبدوا السياره في اللي غرقت هنا. هاجم الواد اخوتي على السياره وعلى جوج الناس وغرقوا تماما. السلام عليكم. وهذا الواد كما قلت لي واحد المره، قالت لك هي لحظه ممكن يوقع هذا المشكل، حنا طالبين باغيين القنطره، باغيين القنطره في هذا الواد ديال واد صياد، كلشي اي منطقه فيها القنطره. قالت لك اكادير واد سوس القنطره ديالو قداش، قالت لي بزاف ديال المناطق اي بلاصه فيها القنطره، وحنا الساكنه ديال اسرير وتيغمرت ما عندناش القنطره في واد صياد. تماما. المهم اخوتي الله يا ربي تنجيكم، يا ربي تردوا عفوا، يا ربي نجيكم من الويدان، يا ربي تحفظكم، يا ربي نجيكم من هاد الكارثه. حذاري ثم حذاري، العقل السليم في الجسم السليم، العقل السليم في الجسم السليم، راه عاودتها لكم جوج مرات. خدموا عقلكم، خدموا عقلكم باش تنجيو من هاد المشاكل. لو كان هاد جوج الناس عندهم العقل وفكروا وخدموا عقلهم، راه ما غاديش يقطعوا الواد. وما قال لك الواد شنو قال لهم الواد؟ مرحبا الواد برحمهم شداهم. السلام عليكم. الواد المكان ديالو، الهجوم ديالو واد، والواد راه ما درت حتى شي مشكل، الواد ما درت حتى شي غلط، هما اللي دخلوا في الواد. جا الواد هاجم وجاو تما وداهم الواد. السلام عليكم. المهم هذا المكان كما قلت لكم، هذا الواد هنا فاش غرقت السياره، هنا فاش جبدها كما كتشوفوه. المهم كنتمنى الفيديو يعجبكم كما اكتشفتوا الفيديو من البدايه حتى النهايه. اشتركوا، ديروا لايك، ديروا ابوني، وفعلوا ديك الجرس باش يوصلكم ديما الجديد ديالي. كما قلت لكم غادي نحاول ندير فيديوهات مع الرحال نواحي ديال قلميم، جهه قلميم، هادشي اللي كاين. شجعونا اخوتي وساعدوني باش نوصل القناه ديالي 100,000 مشترك تماما. يلاه الاخوان تهلاو في راسكم، حنا جينا باش نكتشفوا لكم اخبار ونبارطاجيو معكم هادشي اللي واقع. هاد المساحه كامله عامره بالماء، ما هادشي اللي سمعت اللي عاود السيد وجاو ثلاثة بلاصة. شوفوا هاد البلاصة، هنا وصلوا هنا، من بعد بدا
دابزين مع السياره باش يقطعوها من هنا ومن بعد هاجم عليهم الواد قال لهم الواد بلاتي ويزرقهم من هنا مشاو ديريكت لهنا. من بعد اخوتي غرقت السياره ديالهم من بعد ودعوا الحياه ديالهم.